السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محاضرة اليوم إن شاء الله بدنا نحكي عن وحدة جديدة عنوانها Context Free Grammars. مر علينا مفهوم الفاينات أوتوميتا، مر علينا مفهوم اللانجوج، اليوم إن شاء الله بمر علينا مفهوم القواعد. أي لغة في العالم إلها قواعد، أي لغة في قواعد بتحكمها، فهس اللغات اللي إحنا بننشئها أساس نقدر نبرمجها من خلال الكمبيوتر برضو إلها قواعد، ولازم نكتب لها إيش؟ لازم نكتب لها قواعد. بالبداية بدنا نعرف شغلة اسمها جرامر. إيش يعني جرامر؟ الجرامر عبارة عن فور طبل G equal set of terminal set of terminal starting symbol وإيش a finite set of production rules. أوكي، في عنا تبل. الجرامر عبارة عن تبل، يعني بنقدر نعرف الجرامر من خلال أربع شغلات. أوكي، أربع شغلات موجودات ضمن إيش تبل. تبل يعني مجموعة إيش مرتبة للعلم. شغلة اسمها نان تيرمال، وعادة بتكون مجموعة من الأحرف الكابيتال لتر. شغلة اسمها تيرمال، عادة بتكون أحرف سمول لتر. الأس اللي هو الستارت سيمبل، نقطة البداية في القواعد. البي هي مجموع الإيش القواعد الموجودة عندي اللي بتعتمد على النون تيرمينال والتيرمينال وستارت ايش سيمبل. تمام، هسا بقول لك هون البرودكشن رول. لو انتبهنا على القانون هذا يا شباب، البرودكشن رولز هذا بقول لك اكس امبلايز واي او اكس بتعطيني واي. ننتبه انه اكس اللي على اليسار ايش بتكون نون تيرمينال، وكم من نون تيرمينال بالتحديد؟ واحد. الواي اللي على الجهة اليمين الواي اي كومبينيشن من النون تيرمينال وايش والتيرمينال. تمام، هذا الحكي حرجع له اخرى شوي ان شاء الله. لما اخذ مثال فعلي بدي اربط لكم المثال الفعلي مع التعريفات هاي ان شاء الله، لانه هيك بالحكي مش حنفهمه الا اذا اخذنا مثال فعلي عليه ورجعنا للسلايد هذا فيما بعد. في عندنا عمليه اسمها عمليه الاشتقاق. عمليه ايش الاشتقاق؟ كيف عندنا مجموعه من القواعد ونعرف انه في كلمة معينة بتنتمي للغة اللي بتمثلها القواعد هاي ولا لا. تذكروا كنا نحط كلمة معينة على فاينات اوتوميتا سواء دي اف اي او ان اف اي، ونشوف اذا الكلمة مقبولة او مش مقبولة على دي اف اي او ان اف اي. برضو الجرامر بامكانك تساوي عملية ديريفيشن لسترينج من خلال البرودكشن رولز تاعه عساس تعرف انه ايش انه مقبول ولا غير مقبول. اوكي، وكمان حنشوف شغلة انه اي جرامر في لانجوج مقابله له. تذكر المقدمه في بدايه المحاضره قلت لكم اي لغه في لها قواعد ايش تنظمها وبتنظمها. تمام، فانا عشان اقدر اعرف انه كلمه تنتمي ايش للجرامر، اوكي، لازم الكلمه هاي بالاخير تصفي كلها تيرمينال، اوكي، يعني احرف سمول لتر حسب الشابتر هذا. اوكي، ولازم يكون لها ديريفيشن، لازم يكون ايش لها ديريفيشن. اوكي، هذا الحكي حنرجع له زي ما قلت لكم. شو يعني context free grammars؟ context free grammars are language description mechanism used to generate strings of languages. إذا ال context free grammar عبارة عن language description mechanism. تمام، نستخدمها عشان نولد إيش string ل language معينة. متى بنحكي عن grammar context free؟ نحكي عن grammar context free إذا كان عندنا على جهة اليسار نون تيرمينال واحد. تذكروا فيما سبق حكينا أنه البرودكشن رولز على صيغة X implies Y. قلنا لك الـ X بتنتمي للنون تيرمينال والـ Y بتنتمي لأي كومبينيشن من النون تيرمينال والتيرمينال. تمام؟ لاحظوا هنا بالـ context free grammar بكون محدد عندي أنه عدد الـ X قديش واحد، يعني نون تيرمينال واحد. هنا بقول لك ها الكونتكست فري جرامر البرودكشن رولز تاعته على الصيغه التاليه A implies الفا. بقول لك الA بتنتمي للنون تيرمينال سنجل نون تيرمينال، يعني عدده ايش واحد. تمام، الA موجود يتذكروا على الليفت هاند سايد. الالفا تنتمي لاي كومبينيشن من النون تيرمينال والتيرمينال. طلع انا جاي لك هون نون تيرمينال اتحاد تيرمينال الكل بين قوسين ستار. تمام، هذا معناها انه ايش؟ البرودكشن رولز يجوز
انا استخدم فيها ايش؟ التيرمينال والنون تيرمينال. لاحظوا، بصير استخدم فيها التيرمينال والنون تيرمينال. ما حدا بتوقع منك انك تفهم شيء لحد الان الا لما نبلش بالامثله. A language L is called context free language. بحكي عن لغه برضه context free language. If and only if there is a context free grammar that generates it. بحكي عن لغه انها context free grammar. اذا قدرت ايش؟ اولد اللغه هاي من خلال context free grammar. نحكي عن لغه context free language اذا قدرنا نولدها من خلال context free grammar. هسه بدنا نبلش. هسه اول مثال حيكون عندنا. بقول لك عندك جرامر، عندك ايش جرامر؟ اكمن نان تيرمينال في حرف كابيتال لتر يعني اس، اكمن واحد واحد. عندك ايش؟ عندك ست اوف نان تيرمينال، شغلتين الاي سمول والبي سمول. عندنا ستارت سيمبل هيو هون، وعندنا ست اوف برودكشن رولز. تمام. هسه الست اوف برودكشن رولز، اكمل برودكشن رول. عندي ثلاثه برودكشن رولز فعليا، انا كاتب لك اياهم على سطر واحد بس هم يكتبوا هيك. اس بامكاننا نكتبهم هيك. اس تعطيني اي، اس اي او اس تعطيني بي، اس بي او الاس شو بتعطيني؟ زي ما انتم شايفين ابسلون. يلا مع بعض الراجع نرجع على ايش؟ للسلايد الاول. قال لي جرامر عباره عن ايش؟ فور تبل. ايش يعني فور تبل؟ يعني تبل فيه اربع مكونات. ايش هم؟ النان تيرمينال والتيرمينال وايش؟ والستارت سيمبل وست براكشن رولز. تمام. النان تيرمينال مجموعه على الغالب، والتيرمينال مجموعه، والبرودكشن رولز مجموعه، والستارت سيمبل ايش عدده؟ واحد فقط. سوينا لهم اسقاط على المثال اللي اخذناه هسه هون يا شباب. ها شو عندي؟ مجموعه النان تيرمينال فيها عنصر واحد، فيها عنصر واحد اللي هو ايش؟ الاس. شو عندي مجموعه التيرمينال فيها؟ فيها عنصرين الاي والبي. شو الستارت سيمبل؟ برضه اسمه اس. هنا هذول اللي موجودات بين ايش؟ بين ليفت ايش؟ ليفت بريس ورايت بريس. هذول هم ايش؟ البرودكشن رولز. هذول اللي قلنا لك قبل شويه على صيغه ايش؟ اكس امبلايز واي. قلنا لك ان الاكس نان تيرمينال، وبالتحديد سنجل نان تيرمينال بالكونتكست فري جرامر. وحكينا لك على الواي ملاحظه انه اي كومبينيشن من ايش؟ من التيرمينالز والنان تيرمينالز. هي هذول اكمل البرودكشن رولز عندي واحد اثنين ثلاثه. ايش يعني برودكشن رولز؟ قواعد تستخدم عشان نولد، عشان نسوي جنريشن لايش؟ لكلمات تنتمي للغه، يعني باختصار قواعد تستخدم لتوليد ايش؟ لغه. تمام؟ لحد الان في اي سؤال لو سمحتوا؟ اي سؤال يا شباب؟ دكتور. طيب عشان نفهم كيف بدنا نستخدم القواعد هاي، بدنا نفهم عمليه الديريفيشن. أنا بدي أفضي الشاشة هاي وبشتغل لك على المثال هذا على مهلي إن شاء الله. طبعا بقول لك تقدر تشتق لي السترينج، ها اي اي بي بي اي اي من الجرامر هاي. تمام. بدي اشتق لي السترينج هذا اللي مكون من ست أحرف من الجرامر هذا. إذا قدرنا نشتق السترينج هذا معناها إنه السترينج هذا موجود ضمن اللغة، موجود ضمن اللغة. عشان نساوي عملية اشتقاق لو سمحت انتبهوا لي، نيجي بنحكي بدنا نبدأ من الستارت سيمبل. مش قال لي هون انه الستارت سيمبل اس؟ نبدأ من الستارت سيمبل. بعملية الديريفيشن بنستخدم الرمز هذا زي الامبلايز، بس هو هذا معناه ديرايفد. هذا الرمز هذا اللي هون هذا معناه ديرايفد وان تايم. ها يعني كتبت لكم اياه ديرايفد وان تايم. باجي بحكي انا عشان احصل تو ايز، شو القانون؟ شو البرودكشن رولز اللي بفيدني عشان احقق عشان احصل تو ايز؟ اي واحد من هذول، اي واحد. الاول لو اخذنا اي اس اي، شو بكون سويت جنريشن لايش؟ لتو ايز. سويت جنريشن لايش يا شباب؟
لتو إيز. تمام؟ هسا كمان بقدر أولد أخرى تو إيز؟ آه والله طلعوا. مش أنت هسا عندك ها مش عندك إيه أس إيه هيك؟ الأس هاي بإمكانك تبدلها بإيه أس كابيتال إيه سمول. أنا قاعد بتبع قوانين إيش؟ البرودكشن رولز اللي عندي هون. هون بوريني كل نان تيرمينال كيف بإمكاني أبدله بمجموعة من النان تيرمينالز والتيرمينالز. تمام؟ لاحظوا لحد الآن صرت نجحان بإني أولد إيش؟ التو إيز اللي على اليسار والتو إيز اللي على اليمين الموجودات في السترينج. نشتق أخرى مرة. أنا هسه عندي AA S AA. بقدر أولد البيز؟ آه لو أخذت القانون S implies B S B بقدر أولدهم، فباجي بحكي هون بدل الأس حتى بدي ألغيها كاملة، بدل الأس بأخذ B S B. لاحظوا دائما التيرمينال كابيتال لتر، اسف النون تيرمينال كابيتال لترز، اوكي التيرمينال سمول لترز. ها نجحت توليد التو بيز. هسه صار عندي على اليسار اي اي بي وعلى اليمين بي اي اي. بدي انهي، شو السيمبل اللي بيمكنني اني انهي؟ اللي هو ايش؟ الابسلون. هون باجي بحكي من الاس شو باخذ؟ باخذ ابسلون. تمام؟ في عملية اشتقاق بصير يصير عندنا A A B S B A A. طيب الأس حكينا بنبدلها بالإبسلون. إذا في عملية اشتقاق هسه باجي بحكي صار عندي A A B، الإبسلون ما إلها موقع ولا بتشغل مكان في بدلغيها B A A. نجحت أولد سترينج ولا لأ؟ هاي يا شباب. بلى. طب أنا عندي سؤال هسه، عندي سؤال، تقدر تولد لي string W equal A B A؟ نقدر ولا ما بنقدر؟ نيجي بنجرب عملية الاستقاء، بنبدأ من الـ start symbol، باجي بحكي أنا بدي أولد 2 A، شو اللي بفيدني؟ القانون هذا S، تعطيني A S A A S A. تمام؟ هسا انا بدي اكمل بي، انا قلت لك ولد دي اي بي اي السترينج دبليو يساوي اي بي اي، ما في برودكشن رول من هون بولدني ايش بي وحده في المره الواحده. اذا كونه ما في برودكشن رولز بورد لي بي وحده، باجي بحكي انه هذا ايش؟ انه هذا السترينج ريجكتد. تمام؟ السترينج هذا ريجكتد، مش مقبول، لا يولد عن طريق الجرامر هاي. تمام يا شباب؟ طيب هسه جرامر جنريت لانجوج هي متفقين عليها، بدي اجي اقول لك الجرامر اللي هون، الجرامر اللي هون شو اللانجوج اللي بتمثلها؟ شو اللانجوج تاعك الجرامر؟ هذا سؤالي. تمام؟ لاحظوا لما نيجي نولد هون طلع نتخيل هاي مع بعض، نقدر ناخذ A S A زي هيك. ال S مثلا ها خلينا نمشي بعملية الاشتقاق على السريع، نقدر نبدلها ب B S H B. طب لو أخذنا مرة ثانية إيش هسه؟ تو B صارت B S B صح؟ لو بدل ال S أخذنا A S A. لاحظوا الجزء اللي على اليسار هون A B B A عكس الجزء الموجود عيش على اليمين، بلندروم نقدر نحكي. عشان تفهمها أكثر ونتأكد إن فهمناها أكثر، بدل الأس هاي لو جينا ولدنا هسا A S A. تمام؟ لاحظوا هذا بنقرأه من هون A B B A A، لو قرأناه هسا بالعكس بنقرأ نفس الإشي A B B A A بلندروم. هذا النوع من الجرامر نستخدمه عشان نولد البلندروم. لاحظوا الأس إذا استخدمت القانون الأول بتولد عن يسارها وعن يمينها 2A's، إذا استخدمت القانون هذا عن يسار ويمين الأس بتولد 2B's، واحدة على اليسار وواحدة على اليمين. تمام؟ فباجي بحكي هاي اللانجوج
بناء على الاستقراء اللي سويته. عبارة عن W W R. طبعا أنا مش حقدر أكتب أي فورمات هون، تمام؟ أوكي، بحيث إنه W belongs to أي combination من الـ A والـ B star، تمام؟ باختصار هاي الجرامر او هاي اللانجوج كاتب لكم اياها تحت احنا هون. طبعا مع كثر الامثله بنفهم اكثر. What is the language of this grammar؟ هسه باجي بسالك سؤال، شو اللانجوج اللي ولدها الجرامر هذا؟ خلينا نراجع مع بعض. بمجموعة النان تيرمينال كم من سيمبل عندي كمان؟ يلا احكوا لي. بالنان تيرمينال عندنا سيمبل واحد. بالتيرمينال عندنا كم من سيمبل؟ تو سيمبلز برضه. واحد. يعني التيرمينال واحد. الستارت سيمبل اسمه اس وعددهم طبعا الستارت سيمبل واحد اجباري. البرودكشن رول كم من برودكشن رول عندك لو جيت سالتك؟ اثنين. اثنين. باجي بقول لك هسه شو اللانجوج تاعتها؟ كيف بدي اعرف اللانجوج تاعت الجرامر هذا؟ بجرب عمليه اشتقاق. بجرب ايش؟ عمليات اشتقاق ومنها بستنتج، ومنها ايش؟ بستنتج. يلا نيجي بنحكي لو مشينا بعمليه اشتقاق عشوائيه انا وياكم. اس لو اخذنا البرودكشن رول الاول هي ولدنا ايه؟ اس بي. خلينا ناخذ نفس البرودكشن رولز. ها هي عندنا A S B بدل ال S شو بدنا ناخذ هسه؟ A S B. لاحظوا صار عندي 2 A's و 2 B's. خلينا نكمل. لو اخذنا نفس القانون مره ثانيه هسه عندنا A A S B B بدل ال S هاي بدي اخذ A S B. نفس القانون. لاحظوا صار عندي ثلاثة A's على اليسار ثلاثة B's على اليمين. لو قررت أنهي عملية الاشتقاق أي قانون بيساعدني بعملية الاشتقاق إنهائه؟ القانون الثاني. هذا الأس بعطيني A B ما بعطيني أي نان تيرمينال. لاحظتم؟ يعني هون باجي بحكي أنا عندي هسه ثلاثة A S وثلاثة B's. عشان أنهي عملية الاشتقاق ببدل S بإيش؟ بـ A B. بدي اسالكم هون قديش كان عدد ال A وال B بالاشتقاق الاول؟ هون واحد واحد، هون صاروا اثنين اثنين، هون صاروا ثلاث ثلاث، هون اربعة اربعة. شو بستنتج؟ انه عدد ال A's وعدد ال B's شو ماله؟ مكافئ لبعضهم البعض. باجي بسالك سؤال، ايش اصغر امكانية للغة هاي؟ اصغر استريك شو لي؟ A B دكتور. ممتاز A B. تمام؟ ايش A B؟ واضحة الفكرة؟ طب سؤال، بنقدر نولد ابسيلون؟ يعني سترينج طوله صفر من هون؟ لا دكتور. لا. ممتاز ما بنقدر. شو أصغر سترينج؟ A B. ابسيلون ما بنقدر. تمام؟ طب لو بدي أولد ابسيلون؟ شو باجي بساوي؟ لازم اضيف برودكشن رولز، اجي احكي في عندي برودكشن رولز اخر، اجي اكتبه واضيفه للغه، اس بتعطيني ايش؟ ابسلون. اذا هذا مش موجود ومش مكتوب ما بتقدر تولد ايش؟ ابسلون. اتفقنا؟ واضحه الفكره يا شباب؟ طيب بدي اسالكم سؤال، شو خطوات اشتقاق دبليو بتساوي اي اي بي بي؟ نقدر نشتق هذا مع بعض يا شباب؟ خلينا نجرب. نيجي بنحكي الاس، شو القانون اللي بيساعدنا عشان نولد السوالف هاي؟ بنقدر طلعوا هون في عند القانون. الاول دكتور. ايوه اي اس بي. تمام، بدي اولد اخرى اي وبي. الثاني. نفس لا ايوه ممتاز كلامك، الثاني او ايش؟ او الاول. انا بدي اغلط بصير؟
جينا حكينا A S B وجيت كتبت بدل الاس كتبت ايش؟ A S B مين يقول لي ليش غلط؟ لانه هسه لو بدي انهي الاس بايش ببدلها؟ A B اذا لو بدنا ننهي بنحكي عندنا A A S ها B تذكروا انه ما عندنا بالضبط رولز فيه ابسلون صح؟ فما بقدر ابدل الاس هاي ايش بابسلون على اساس احكي صفى عندي اي بي بنساوي ايش؟ باكورد ايش باكورد ايش ريزمنت شو بدنا نساوي؟ يلا نيجي بنحكي الخطوه اللي غلطنا فيها اخر خطوه كانت صح عندي ايش؟ اي اس ايش بي بالطريقه هاي كان لازم اجي هون احكي اي اس بي عندي الاس ببدلها بالبركشن رولز الثاني ها صارت عندي A B وهي عملت اشتقاق انتهت عندي وضحت الصورة إن شاء الله تكون واضحة بس نقطة نظام وتفكير متى امتحانكم 3/5 صح؟ دكتور 3/5 3/5 أي ساعة؟ أنا مش بتذكر الساعة بس وصلكم إيميلات رجعني يا شباب حسب علمي دكتور من الساعة 3:53 دقيقة رجاء شدوا حالكم يعني هي على كويز يعني زي شكو كويس ما شاء الله شدوا حالكم لأن أنا ما بعرف شو بصير للطلاب مرات على الميد أو على امتحان النهائي تمام دكتور كمان كويز رح تعمل أنت حعمل بإذن الله أخرى كويز بس واحد اليوم ثلاث دكتور يعني ثلاث كويزات توتر بس العلامات عالية كثير يا زلمة 9.7 الأفريج دكتور في واحد بس اللي يخبص أنت؟ أيوة أنا رجل لك والسهل سهل بحياتك وأنا بعرف بس أي آخر مرة بعمل كويز وأنا قاعد بالصالون أزعجوك تراتهم أهلك فاهم عليك يعني أنت عارف وضع البيت فيعني إن شاء الله بنشوف إن شاء الله شو بنساوي بعدين خليها الله ظبط بالمد هسه بعدين بنحكي اتفقنا تمام دكتور دكتور المد كمان شابتر يعني على الغالب حخليه لها الوحدة الرابعة أولها ولا لنهايتها ما فيش عندي أول ولا نهاية أنا بودي لكم أرقام السلايدات المطلوبة كل وحدة أنا ماشي على السيلبس يعني الوحدة الأولى كلها مطلوبة الثانية مطلوبة لحد سلايد معين الثالثة لحد سلايد معين الرابعة لحد سلايد معين مش كله مطلوب اتفقنا طيب بنشوف بعدين إن شاء الله بجوز أدخل إشي من الخامس الله أعلم خليها لبعدين تمام طيب هسا بقول لي what is the language of this grammar نفس المبنى معطيني grammar وطلب مني اللانجوج تاعته طلع لو طلعنا على هذا الجرامر ايش افرق عن الفوقاني شو افرق عن الفوقاني هذا طلع هنا الاس بتعطيني اي اس بي يعني بقدر اولد اي وبي من القانون هذا من هون بقدر اولد اي وبي طب هون الاس لما اجي انهي بنهي بايش بنهي باي بي اي بي طب هون الاس لما اجي انهي بنهي بايش بنهي بابسلون يعني اذا بدي اتخلص من الاس عن الجهه اليمين توتالي كيف بتخلص هاي شباب تخلص عن طريق الابسلون تمام ان شاء الله اوكي هسه بكتب البرودكشن رول له بس بدي اقول لكم قاعده انه المد يعني التحدي لك المد هذا الحوار بين مستواك في الماده تمام المد يعني متعدد الفورمز اوكي له خصوصيه معينه فرجاء شدوا حالكم تمام هسه عشان نقدر نعرف الجرامر هذا شو بولد نستخدم البرودكشن نستخدم ديريفيشن نستخدم البرودكشن رولز في عمليه الديريفيشن نجي بنحكي مثلا ها لو بديت بالستار سيمبل اس بقدر اخذ اي اس بي يعني بولد اي وبي لو كررنا القانون هذا مره ثانيه بدناش ننهي مباشره اي اس بي جينا حكينا بدل اس بدنا ناخذ اي اس
بي. تمام؟ مرة ثانية بدل الاس بنستخدم القانون الأول. ها ها عندنا A اس بي بي، نيجي بنحكي بدل الاس بدنا ايش؟ بدنا A اس بي. اتفقنا؟ اوكي. لاحظوا عن اليسار وعن اليمين عدد المتساوي من الايز والبيز قاعد بولد. 3 A 3 بيز، اللي قبليها 2 A 2 بيز، اللي قبليها 1 A 1 بي. هسا لما بدي انهي بايش بنهي هون؟ ابسلون. بنهي بابسلون، يعني ذا الاس بحط ايش؟ خليني اكتبها كامله هاي المره كلمه ابسلون. بنهي بابسلون. الابسلون لا تشغل مكان زي ما كلكم بتعرفوا. اذا شو صفيت فعليا انا بايش هنا؟ صفيت بثلاثة ايش؟ ثلاثة بيز. تمام؟ لاحظوا هون لما قلت لك A N B N، ليش حكيت بالجزء الأول إنه N أكبر أو تساوي واحد، وهون حكيت N أكبر أو تساوي صفر؟ أنا بقول لك ليش. هون حكينا N أكبر أو تساوي صفر، ليش؟ لأن احتمال في عملية الاشتقاق وأنا أجي أولد إيش أصغر سترينج بإمكاني أولده هون؟ إبسلون. شو أصغر سترينج عندنا؟ ها؟ أصغر سترينج عندنا يا شباب الإبسلون، يعني سترينج فاضي ما فيهوش كاركترز. بينما هون شو أصغر سترينج في عملية الاشتقاق؟ حكيتوا لي إياها قبل شوي أنتم. أصغر سترينج في عملية الاشتقاق عندنا هون A B. تمام؟ عشان هيك لما جيت صخت القاعدة هون حكيت أنا اللانجوج تاعت هاي، طلعوا اللانجوج زي ما هو موجود قدامكم. اللانجوج هون بتساوي A قوة N وجنبيها B قوة N. لكن حكينا إنه في شرط عندنا هنا إنه الـ N أكبر أو تساوي إيش؟ واحد. لأنه أقل كومبينيشن إنه إيش؟ إنه يكون عندي A و B، A قوة واحد B قوة واحد. بس هون الوضع اختلف. صح هاي نفس اللانجوج؟ هاي نفس اللانجوج ما اختلفت عنا كثير. A هو N و B هو N، لكن شرط عنا هون انه ال N اكبر او تساوي مش الواحد الصفر. يعني لو ولدت هون حسب القاعدة هاي A0 B0 يعني معناها إبسلون إبسلون. تمام؟ What is the language of this grammar؟ نيجي نحلل مع بعض. هسا الاس بتعطيني A S A، وال A بتعطيني ايش؟ B A. طلع الاس بتعطيني A S A او بتعطيني A small A capital A. ال A capital بتعطيني B small A capital او ايش؟ بتعطيني B. تمام؟ عندنا كم من برودكشن رولز؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربعة برودكشن رولز موجودات عندنا. عندنا الستارت سيمبل اس، عندنا الاي بي هم التيرمينال، الاس كابيتال والاي كابيتال هم النون تيرمينالز. تمام؟ شو لغه بتكون هاي؟ على اي اساس حكيت اي ان بي ام اي ان؟ بحيث انه الان اكبر او تساوي الواحد والام اكبر او تساوي الواحد، على اي اساس؟ خلينا نتخيل عمليه دريفيشن لاي سترينج هيك بشكل عشوائي. خلينا نشتغل لو بلشنا بالاس واجباري نبلش منه لانه الستارت سيمبل. لو اخذنا اي اس اي شو بنكون ولدنا؟ تو ايز. طب لو كررنا القانون هذا طلع A S H A، حكينا A S A. لاحظوا عدد الايز عن اليسار وعن اليمين متساوي. لو كررناه مرة ثانية ها A A S A A بدل S برضو حطينا A S A، عدد الايز متساوي. تمام؟ لو حبيت أخرج من القانون هذا نأخذ هذا القمر أو هذا سنتنشال فورم، نيجي نحكي بدل الاس بدي احط اي سمول اي كابيتال اي، هذا باهلني اني انتقل للبرودكشن رولز اللي بعده. باهلني انتقل للبرودكشن رولز وين؟ اللي بعده.
هسا من الاي شو الشغله اللي بامكاني اكررها؟ بامكاني اكرر البيز هون اطلع، وهون البي بامكاني انهي فيها، يعني هون لو اخذنا الجزء هون هسا بدل الاي هون بامكاني اكتب بي اي بدل الاي بي اي، هاي كتبناها مره ثانيه بامكاني استخدمه. بس اكبرها شوي يعني لو كررناها مرة ثانية، ها بدل الـ A مرة ثانية B A تمام. لاحظوا الـ A بستخدمها عشان تولد لي بيز، لو بدي أنهي عملية الاشتقاق محتاج نكبر كمان شوي. باجي بحكي سنتينشال فورم هذا اللي هون، يعني الكلمة الوسيطة سنتينشال فورم الاي عشان انهيها او اصفي التيرمينال بدي انهي ايش بي سمول. لاحظوا البرودكشن رول الاول كان يساعدني بتوليد عدد من الايز، كان يساعدني بتوليد ايش عدد من ايش من الايز تمام. اذا بدي اخرج منه هذا البرودكشن رولز الاول ستارت سيمبل الاس تذكروا، بستخدم اي سمول اي كابيتال اي سمول اي كابيتال تنقل لي ايش البرودكشن رول هذا، هذا اللي هون بولد لي بيز قد ما بدي، بضلني الف عليه الف عليه استخدمه عشان اولد البيز تمام. بنهي بي يعني اذا قررت اتخلص من اي بدي انهي بي، فباجي بحكي شو اللانجوج اللي عندي، اللانجوج تاعت الجرامر هذا لانجوج اوف جي. باجي بحكي انا عندي اي قوه ايش ان، وعندي كمان بي قوه لا مش بي، على الجزء الثاني كان ايه صح، وعندي ايه قوه ان بناء على الاشتقاق اللي سويته قبل شوي تمام. دائما عدد الايز على اليسار بيساوي عدد الايز على اليمين، البي مش مرتبطه معهن، عددها مش مرتبط معهن. حكيت ايه ان ايه قوه ان بي قوه ام ايه قوه ان such that انه الان اكبر او تساوي واحد لانه ما بقدر اولد ابسلون زي ما قلت لكم، وايش كمان الام اكبر او تساوي واحد. ليش انا الايز ربطتهم مع بعض؟ لانه عددهم متكافئ. البي ليش خليتها لحالها اعطيتها كاونتر لحالها؟ ايش؟ لانه مش مرتبطه مع الايز اللي على اليسار وعلى اليمين السنتنشال فورم. اي سؤال يا شباب؟ طيب دكتور هنا مثلا لو بدي اعمل اصغر سترينج عندي بدي ابدا من الاس، فهون يعني ما راح اقدر مباشره اني اعوض فيها باخر شيء الا اذا رحت على ايه يعني اصغر سترينج. يلا مع بعض ايش اصغر سترينج؟ اجباري ايش؟ يلا نروح على ايش؟ اي سمول اي كابيتال اي سمول صح؟ اي سمول اي كابيتال اي سمول صح ولا لا؟ ايوه دكتور. طب كملي. ها يعني راح يطلع معي اي بي اي. يا ممتاز. A يعني هسه بنيجي بنحكي A B A ممتاز. أصغر string A B A صح تمام. إذا أصغر string طوله ثلاث أحرف صح؟ يعني ما طبعا أنت حكيتي ما بقدر أروح مباشرة على A صح، لأني لازم دائما تبدي من start symbol. فلما تبدي من start symbol بقول لك إذا بدك تطلعي لازم تأخذي الباب الأول اللي هو عن طريق ال A. هذا الباب الأول بيرافقنا فيه ايش؟ تو كاركترز. لما نيجي على الباب الاول اذا ضلنا نطلع وندخل منه نطلع وندخل منه شو بضلني اولد بيز تمام؟ اما اذا قررنا نطلع مباشره زي ما طلعنا من الباب الاول بدنا ايش؟ بدنا ننتهي بيه كمان، اتفقنا؟ وضحت الصوره ان شاء الله؟ طيب اخر شغله بدنا نحكي عنها هذا رقم 6 بس بصور المحاضرة خلصت ولا لا؟ أرقامكم يعطيكم العافية، أنا ببلش إن شاء الله من عند سلايد 6 المرة الجاية، شكراً لكم. أرقامكم لو سمحتوا. يعطيكم ألف عافية.